وللمزيد معنا عبر الهاتف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. سيد أحمد أهلا بك. يعني نتحدث اليوم عن أهم العلاقات التي تربط ما بين مصر والبحرين، وهي علاقات تاريخية ومتميزة. يعني لو نتحدث عن العلاقات السياسية بالأساس أو في البداية. تحياتي لك ولكل مشاهدينا الكرام. في الواقع أن العلاقات المصرية البحرينية هي نموذج لما يحتذى، لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية في التعاون المستمر، في التضامن، في التنسيق والتشاور بشكل مستمر لمواجهة التحديات المختلفة، في توافر الإرادة السياسية لتكوين هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين. الأمر الثاني هي علاقات شراكة استراتيجية بالمعنى الحقيقي، بمعنى أنها علاقات متشابكة على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، كما أنها أيضا متشابكة على المستويات الرسمية وعلى المستويات الشعبية، وهي علاقات تاريخية حقيقة. مصر كانت دائما أول دولة أو من أول الدول اعترفت في استقلال مملكة البحرين في عام 1971، وعلى مدار عقود حقيقة كانت العلاقات نموذجا لهذا التعاون المستمر، لم يشوفها أي يعني عواصف أو أي ما يعكرها، كانت دائما نموذج للتعاون المستمر على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، هناك علاقات قوية وراسخة على كافة المستويات بين البلدين. هي ايضا شهدت يعني تطور مستمر سواء على المجال الاقتصادي او على المجال السياسي. في المجال السياسي كانت دائما هناك توافق بس تطابق في كثير من الاحيان في الرؤى والمواقف بشان التحديات المختلفه، دعم القضايا العربيه والحفاظ على الامن النظام الاقليمي العربي. كانت دائما البحرين داعم لمصر في كافه المحطات والتحديات التي واجهتها مصر، كانت داعم لمصر في بعد عدوان 67 العدوان الاسرائيلي، 73 كانت البحرين ايضا داعم، ايضا كان في محطات مختلفه ومنها بالطبع بعد ثوره 30 يونيو 2013 كانت البحرين ايضا داعم للشعب المصري وثورته والدوله المصريه. في المقابل كانت مصر دائما ايضا داعم اساسي لانه استقرار البحرين ورافضه دائما لاي محاولات لزعزعه او امن استقرار البحرين. كان الرئيس السيسي دائما يؤكد على ان امن البحرين هو خط احمر وان الخليج وجزء من الامن القومي العربي وجزء من الامن القومي المصري، وبالتالي كان هناك دائما توافق في الرؤى في المصالح في التنسيق المستمر، وهذا التنسيق سواء عبر الالقاءات الثنائيه بين الزعيمين الرئيس السيسي والعاهد البحريني الملك حمد بن عيسى، وراينا او على مستوى اللقاءات الاخويه التي جمعت لقاءات ثلاثيه رباعيه خماسيه كما راينا في خلال الاعوام والفترات الماضيه التي جمعت الاشقاء العرب، في كانت تعكس نموذج للعمل المشترك والتيار العربي يسمى القوة الصلبة العربية والقلب الصلب الذي يحافظ على المنطقة العربية يواجه العواصف والتحديات، خاصة التحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة. ورأينا في كل هذه التحديات دائما كانت توافق والرؤى في المصالح فيما يتعلق بمواجهه التحديات المشتركه على اثار الطابع الازدهار الفلسطينيه، وقد انعكس عدوان اسرائيل على غزه وازمه غزه المستمره منذ اكثر من 6 شهور، عكست كيف هذا الدعم والتنسيق المصري البحريني على المسارات المختلفه سواء المسار الانساني في دعم الشعب الفلسطيني او المسار السياسي ضروره الحل السياسي الشامل للقضيه الفلسطينيه وحل الدولتين، او على المسار الامني والتحذير من مخاطر توسع الصراع الاقليمي، مجهود مصر المستمره بدعم من الاشقاء في البحرين والمملكه العربيه السعوديه والامارات فيما يتعلق بالتوصل لصفقه لوقف اطلاق النار وقف الدولة الاسرائيلي في اطار فقه اولويات الدوله المصريه وهو وقف رديف الدم الفلسطيني. ايضا مصر كانت يعني الدوله الاكبر في دعم الشعب الفلسطيني انسانيا 87% المساعدات، ايضا البحرين مملكه البحرين الشقيقه وايضا تقدم كثير من المساعدات الانسانيه. هذا ايضا الازمه حدثت ايضا التنسيق المصري البحريني فيما يتعلق بالجهود المشتركه على المستوى الدولي على مستوى الامم المتحده، حجز جهود دعم الشعب الفلسطيني انسانيا، ايضا العمل الحل السياسي، كشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وكل هذا يمثل اهميه كبيره لان مصر والبحرين هي هناك علاقات خاصه او ذات خصوصيه كبيره تنبع من التاريخ المشترك، الحضاره المشتركه، من العلاقات القويه على المستوى بين الشعبين. هناك جاليه مصريه بحرينيه كبيره في البحرين تمثل جسرا للتواصل وتحظى بكل حقيقه كل الرعايه والدعم من الاشقاء في البحرين، وهو معكس حقيقه هذه التوافق الكبير وهذا التقارب وهذا العمل المشترك والقواسم التي تجمع بين البلدين. وبالتالي هذه الزياره تاتي في توقيت مهم خاصه
في ظل التصعيد الاقليمي ومخاطر يعني توسع الصراع اقليميا، وهو ما حذرت منه مصر ومملكه البحرين وسعه الدولتين عبر الجهود المشتركه والاتصال مع الدول الصديقه والشرقاء للعمل على حلول دون توسع هذا الصراع، باعتبار ان اي حرب جديده واي تصعيد جديد في المنطقه سيمثل خطوره لجعزع امن واستقرار المنطقه، سيضر ايضا بالقضيه الفلسطينيه، وبالتالي هذه الزياره تاتي بسياق مهم، توقيت مهم، ذات مخرجات مهمه، سواء على مستوى مواجهه التحديات ودعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزه، او على مستوى تطوير العلاقات الثنائيه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري. نعم، يعني أستاذ أحمد أيضا نتحدث عن حجم استثمارات بحرينية في مصر بما يناهز 3.2 مليار دولار أمريكي تتوزع بين نحو 320 مشروع، يعني كيف ترى أن هذه الزيارة سوف تلقي بثمارها على المزيد من الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين؟ بالطبع هناك دائما إرادة سياسية لدى يعني دعم البلدين فيما يتعلق بتطوير العلاقات على المستوى الثنائي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري بما يخدم مصالح الشعبين البلدين، خاصة في ظل المزايا التي تتمتع بها كلا البلدين، مصر الآن هو اقتصاد مصر اقتصاد واعد، مصر لديها فرص كبيرة في جذب الاستثمارات العربية والخليجية وطبعا الاستثمارات البحرينية في المشروعات القومية الكبرى محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات، وفي ظل نجاح برنامج الصحة الاقتصادي المصري، مصر الآن تمثل يعني 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 دولة مهمة في استقطاب هذه الاستثمارات، أيضا البحرين لديها استثمارات مهمة في مصر في ظل مناخ الاستقرار السياسي وفي ظل المناخ الذي تمتع به مصر رغم أن البيئة الإقليمية المضطربة ورغم التوترات العالمية والإقليمية، إلا أن هناك التعاون مستمر، البحرين أيضا هناك استثمارات مصرية في البحرين، وهناك يعني ما يسمى أطار أو أطر مؤسسية سواء اللجنة البحرينية المصرية المشتركة في تعزيز هذا التعاون والعمل على دفعه بشكل مستمر من خلال تعظيم مجالات مختلفة في مجال النقل والاتصالات التكنولوجيا في مجال البتروكيماويات في كثير من الصناعات والمجالات التي تخدم البلدين، وبالتالي الاستثمارات البحرينية كما أنت أشرت أكثر من 3.2 مليار دولار وأكثر من عديد من المشروعات في مصر، هناك فرص بعيدة لتطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وأنا في اعتقادي أن مصر تولي أهمية كبيرة خاصة في عهد الرئيس سيسي للدائرة العربية، وكانت تشهد علاقات طاقة كبيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري باعتبار أن هناك خواص مشتركة، أن مصر بيئة جاذبة واعدة، أن هذا التعاون يمثل أهمية كبيرة وهو قائم على المصالح، رأينا صيغة التعاون والإطار الذي يجمع مصر والبحرين والإمارات والمغرب والأردن وتشكل حقيقة يعني إطار مهم لتطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، ورأينا كيف أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام والاستثمارات البحرينية بشكل خاص زادت في مصر في الفترة الأخيرة، وأنا في اعتقادي أن هذا انعكاس حقيقة لما يسمى حصاد السياسة الخارجية المصرية، وهو تعظيم تنويع دوائر سياسة مصر الخارجية، تعظيم خاصة الدائرة العربية، إعطاء أولوية كبيرة، ورغم التحديات التي واجهت المنطقة والعواصف التي شهدتها خلال العقد الماضي مما عرف بالربيع العربي ثم تصاعد الإرهاب والتدخلات الخارجية والأزمات العالمية، رغم ذلك إلا مسار التنمية والتعاون سار بشكل يعني متوازي، لأن في مواجهة التحديات ومسار التعاون المصري البحريني أو التعاون المصري الخليجي العربي في مواجهة هذه الأزمات والتحديات والحفاظ على النظام الإقليمي العربي كان مسار التنمية أيضا يسير بالتوازي، وقد كانت مصر والبحرين ودول الخليج نموذجا للتنمية والازدهار تحقيق تطلعات وشعوب المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة في دفع العمل المشترك في دفع مزيد من الاستثمارات، خاصة أن البحرين لديها أيضا مجالس فيها مهمة في كثير من المجالات في مجال الزراعة، مجال أيضا النقل، مجال البحري، مجال السياحة، يعني هناك مجالات كثيرة تمثل يعني فرص واعدة لتطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وأنا في اعتقادي أن الإطار الذي يجمع البلدين والشراكة الاستراتيجية دائما ما تعطي قوة دافعة لتطوير هذه العلاقات بشكل مستمر سواء على المستوى الثنائي وعلى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية أو على المستوى السياسي والتنسيق المستمر والتشاور في مواجهة التحديات ودعم القضايا العربية. نعم، توافق، إذا هناك توافق في الرؤى وتطابق في الأهداف الاستراتيجية إزاء الملفات المختلفة، كيف ترى أن سوف يكون لهذا أو لهذه الزيارة يعني تأثير على بالتحديد على وقف إطلاق النار في غزة وما يحدث في غزة للفلسطينيين؟ بالطبع هذه نقطة مهمة، لأن أنا دائما أقول أن العلاقات المصرية البحرينية
ليست فقط يعني متوافقه لكن متطابقه في كثير من المواقف حتى متعلق بالقضيه العربيه، القضيه الفلسطينيه، يعني البلدين لديهم مقاربه ورؤيه واضحه وشامله تقوم على ان الحل الشامل والجذري للصراع في المنطقه وكل الصراعات في المنطقه يكون من خلال الحل القضيه الفلسطينيه. الرئيس سيسي اكد اكثر من مره ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه، لابد من حل سياسي شامل يقوم على اقامه دوله فلسطينيه لحدود 4 يونيو 67 وعلى مطار القدس الشرقيه، وان ما يحدث الان من عدوان اسرائيلي ومن توترات واجتهاد اقليمي ما هو الا عرض لمرض، هذا المرض يستمر يتمثل في استمرار الاحتلال وغياب افق الاصلاح السياسي، وبالتالي هنا التحرك المصري والدعم العربي والدعم الخليجي والتوافق المصري البحريني يمثل قوة دافعة مهمة في اتجاه دعم القضية الفلسطينية، في اتجاه حشد الدعم الدولي لحل هذا الصراع من جذوره، في اتجاه ايضا العمل في الاتصالات مع الشركاء سواء في امريكا والاطراف المؤثرة دوليا في الاطراف الاوروبية، لما لعلاقات مصر والبحرين يعني لديهم علاقات جيدة مع كافة دول العالم، هذا يتم استثمار هذه العلاقات في حشد الجهود للضغط على الجانب الاسرائيلي للعمل على وقف دائم لاطلاق النار ووقف هذا العدوان وتخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي القمه اليوم المصريه البحرينيه وهذا اللقاء يمثل رساله مهمه تاكيد الدعم العربي المستمر للجانب الفلسطيني وفي مواجهه هذا الاحتلال وهذه الجرائم وهذا العدوان، ايضا رساله مهمه للجانب الغربي والجانب الامريكي المؤثر للتحرك بفعاليه والعمل على حل القضيه الفلسطينيه والعمل ايضا على منع توسع الصراعات الاقليميه، نحن الان نشهد نظر يعني توترات كما راينا بين اسرائيل وايران وغيرها، كل هذا ما هو الا عرض لمرض وهو استمرار الاحتلال استمرار العدوان الاسرائيلي غياب حل عدل القضيه الفلسطينيه لانها ام القضايا هي المفتاح الاساسي لتحقيق الامن والاستقرار، وبالتالي هذا التوافق المصري البحريني يمثل اهميه كبيره من حيث التوقيت من حيث الدلالات من حيث دعم القضيه العربيه من حيث الرسائل التي يرسلها الدعمان اليوم الى باتجاهات مختلفة سواء باتجاه دعم الفلسطينيين أو باتجاه رفض ما تقوم به إسرائيل من جرائم أو باتجاه حشد الدعم الدولي وإرسال رسائل بأن من مصلحة المنطقة تحقيق الأمن والاستقرار والتحرك بفعالية، لأن يعني ترك المنطقة لتيار التشدد ومحاولات البعض جر المنطقة إلى مسار صراعي لن يخدم أحد، وبالتالي هنا مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات أنا في اعتقادي تمثل تيار الاعتدال تيار الوسطية الذي يقود المنطقة إلى التنمية إلى الازدهار إلى السلام إلى الاستقرار تسوية الأزمات سياسيا العمل على رفض الاستخبارات الخارجية مواجهة الإرهاب الفكر المتطرف حل الصراع من جذوره، ومن هنا تأتي أهمية هذه المقاومة المصرية وهذا الدعم البحريني والتنسيق بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. نعم أستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية جدير الشكر لك كنت معنا عبر الهاتف.